فيتحنث النبي صلى الله عليه وسلم وعباد سنجري فيه معنى غار حراء وكعباد سنجري جبل نور معروف كتهي معنى ذاتك مركو كتاو النبي صلى الله عليه وسلم وغار حراء أو تغو وجبل نور لو يقانو ماشي أيوك عبادي سجيري تحنث كانه وحفص ري رواد قال كود الزهرية قول كي عائشة نماها وهو تحنثك أتعبد وعباديسي تحنثك ما دام اللغة أذك السملية دتك إن يفهم عن درت هذه أي وير تحنثك معنيه سو حوية تعبد عباديس وحزنك وعباديس الجير النبي صلى الله عليه وسلم الليالي هبينو إمال مهوضة سلوضة جيران هبين ذي ذوات العدد ترى الساحل هاد هبين بضن يمالمو يا غارو معنى حراء معروف ويان قفكي مكة تاغو هتا دادك غار كو دبرك ايتاغان ولا تسيا هبين ذا سيا يالك اسكو عبادي سجري لكن نوع نبي صلى الله عليه وسلم أسو عبادي سجري لم الشيين نوعا معنى إلى صلاة نوعا عبادي سجان حد مركي النبي صلى الله عليه وسلم النبي لغدقي أي الله شيغي لكن علماء قار كود يسكو خلافا قار وحيليهن فكر أيكو عبادي سجري قارنا وحيليهن نبي الله إبراهيم دين تيسا أيكو عبادي سجري قبل أن ينزع انتو سن أسول لابانين إلى أهلي أهل كيس انتو سن أسول لابانين أهل كيس نوا قديجة قديجة كليا يا مركز الناك وقبل النبي صلى الله عليه وسلم معنى مرنا وحاز لجوغي ومنا قديجة مرنا وحوتقي جيري ومركي مكة وجوغي انت يا أساق مركا النبي آن لقديقين ورسول آن لقديقين أيو معنى هالكاس أيو تجري غار حراء ومير بور كرعة وجبل نور معروف كوا ماشا سيسو عبادة سجير النبي صلى الله عليه وسلم عبادتنا ماشا وحالك قادنا بركي عدل اي تهي سنوين كاي عبادي سيغا كاليغاغا انا هادي تيافيعا ويتزود نبيغا واساحي قادر جيري لذلك معنى مال ما هاسي يهبين ذا نبي صلى الله عليه وسلم سهي ايو قادر جيري مركا معنى واسعونه أيوة نبي قادر جيري إلهي سبحانه وتعالى تلسر شديسا وحالك فهم اسم الديد أيو إلهينا إنا تلسارت سحينا قادت محل النبي صلى الله عليه وسلم مركي قدك أو التقايو وحو قادر جيري سحي وقادر جيري مركي دقال أو قلاي النبي صلى الله عليه وسلم عمور برادة سادة جيري سيفتيس نواقات جيري النبي صلى الله عليه وسلم مركان مديدة إله إن لا تلا سارتو محيان وحويان نبي صلى الله عليه وسلم نين أي أوهمد وعوري يا رسول الله معنى هشيدة مدبرة وإله ما انتلا سارتا أما واسك الدية وإله انتلا سارتا مركز سير النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها معنى هشاد حر او دبر كبعد الهي سبحانه وتعالى تلساره اسم الدي ذا يا مركز
ثم كبعد أنت ذي مركي كسر نقض أو كلاماته نبي صلى الله عليه وسلم يرجع وسلاب نايي إلى قديجة قديجة سلاب نايي نبي صلى الله عليه وسلم فيتزود وسي قديجير كبعد لمثلها هبين ذا سوكلت هبين ذي وهلك أوجوغي انت او انت اسقاد جيري او كلت انت سايا ساي سقاد جيري النبي صلى الله عليه وسلم سداس اسكو سعودي معنى ساي اسقادنا غار حيرا استيا مركو كسور دمادو وعاس كسور نقنا قديجة هدن ساي ايو قادنا هلكاس الى تيرادا هلكاس استقايي لما اوغا قارنا وحايلين لحبلود اي اهيد وجيددنا وحاي اهيد نبي صلى الله عليه وسلم إن لو توبروا ومعنى وحيك سو الصعدو توبر إنه سكو غادر بركا حتى إنتي أيوسا سمينا نبي صلى الله عليه وسلم جاءه النبي أسو يميد الحق وحيك إلى أسو يميد ورنت أهد وهو حال نبينا في غار حراء أسو قد كسار ومرك إلهي سبحانه وتعالى ووحيك أسكو السودرج النايي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحوجوغي غار حراء فجاءه الملك ملقي أيه يميت وجبريل وأمين الوحي نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين مر إلى سويمد مر كملقي إلهي سبحانه وتعالى أنبياء دمان وعسو سودير جيري ملك الجبريل ملك الجبريل يا نبي قويمد سقو سارا غار حيرا فقال مر كاسسري ملقي وجبريل اقرأ أغري مر كوحالة سوهر ديغي آيادة هان أقران آيالة سوهر ديغي نوع لو سوهر ديغنه انا مكسينو الى وحانا لير اغري ومركي اوغو ريسي مركا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكاسي او لكلمي او ملكين او لكلمي قال وحويري النبي صلى الله عليه وسلم ما انا بقارئ اني ميه وحو اغريو اغرس مكسايا زيري وعم اغري كرا زيري الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحوها لا يقرأ ولا يكتب واحنا ما قرأ جيرن واحنا ما أغري جيرن أنا واحنا ما أغري كرأس جيرن فقال مركب وحويري النبي صلى الله عليه وسلم فأقذني وإقفصدي فغطني وإمجوجي سدان أتيس سيسو قفصدي وإسو مجوجي حتى أنت بلغ أو كجاري ملقي مني حقيقة الجهد نب نب إلى أوكاري هذه الجهد لنه نب كواي الجهد نادل الجهد نادل نه دلال كواي لبضبنا واجرت هذه الجهد لنه إلى نب كي حقيقة أوكسوكاري أنا و وإمجوجي مرجع نب يا مرجع نعي أوكسوكاري ثم كبعدي مركز سداس وسيالي أرسلني وإسي وإدري وإدي 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 مركز فقال مركز السير هذاني هردتنا نسيق سوتوسيو وأسيق أنسو جسدو وحا أغريو وعسير مركز هذاني أقرأ أغري فقلت وحان إري فقلت وحا أقرأ أسير قلت مركزا إري ما أنا بقارئين مد وح أغريو أنا مي وح ما أغري كرا سيري هل كذا لو صديق هذاني اقرأ بس برك مقلدي يا لو صديقي هذا أورايو أو صور اقرأ أنا وح ما أغري كرا سيري هذاني فأخذني وقبضني فغضني وإمجوجي الثانية مرلمات حتى أنت بلغ أو كجاري مني أني الجهد دب أما الجهد دلال ثم كبعد أرسلني وإزداي
او معنى فراسي غادي او مركو امجوجيي فقال مركز السير اقرا اقرا فقلت وحان ايري مركي سدحاد ما انام باقارين اني وحما اغريو وحما اغري كرو فغضني واقفصدي ومركي سدحاد فغطني وامجوجيي الثالثه مركي سدحاد ثم كبعدي ارسلني واديري فقال مركز السيري مركي سدحاد ويان واني غدن او معنى سي سو جيدي درنكيغا وحو ييري اقرا اقري بسم ربك ربيغا مغعي سي اقري الذي الهي خلق ابوري كون كدن ابوري الهي كون كدن ابوري مغعي سي ادغو كلهن اقري خلق الهي وابوري الانسان انسانكي من علاق حنجر حقي أيك أبوري قال أهان إلا ولشرفه اقرأ أغري والحال ربك ربكاكنا الأكرم عليه كرامة بدن أو يهي وشرف له انت أساس أميري مركا ونبي نيمع لغريه مركا رسول لك مدين رسول حالها إن لو دير ددك لكن هدي إلهي سبحانه وتعالى أو حسكوك سو دجيو أو جبريل سو ديرو نبي نغني نبي نبي ما سسكو نغني نبي صلى الله عليه وسلم وآياته وهريي قرآن كو سو دجين وإغرأ آياتها وهريان فرجع وسو نغني نبي صلى الله عليه وسلم بها آياته أسوى حفظيسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجوف أسوى قلقل نايو فؤاده لابتس عبسي وعليه وحا وليس أركي واي وليس وعما موسى المغرن لكن لحب اللوت رياس أركي جيري رياس سيسكو أركي مارن سيسكو أركي جيري مرك لكن مركي وغوري أي معنى وغوري زي يا إلهي سبحانه وتعالى جبريل وصدره آيات هاني سيد أحمر مركي لابا جوجيه يا لغو أخرية مركا وصوغة بصدي واسوال صو نغضي مركا انت سمعنا مركا فدخل واسوغلي على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها خديجة صوغلي مركا خديجة كلياس خربي مركا وحويان إذا أفرتن سنو كجرت أيوك وقور سيدة سيدة لبعضن يو شن إلى السيدة مركا ثمان شن سنة إذا ما خيجرت أمريكا لحظة إذا شن خيجرت وكذا وين ده أمريكا خديجة سويه ميد أمريكا فقال أمريكا السري زميلوني زميلوني إددا إدبولا مرضي ودبولا أمريكا ما يشوف حكلاته على قادنا خوف كهديس نحسن يهي وعبسي كوجرتو وقريه ويمادو وضد بوشو هو عبسي وكيرا مركز السير النبي صلى الله عليه وسلم ان ادبولا ادبولا سري ما عزنو يا مركز النبي صلى الله عليه وسلم فزملوه ويدبولين هو النبي صلى الله عليه وسلم حتى انت ذهب او كتغي عنه حقيسة الروع ارققحي عبسي يارققحي كجيري وكتغي مركز مركي لدبول لك بعد يا أنت سيد العدي فقال مركز الصور من مركز أنت دي أولا صور كل مي إذا قديجة مراء الجير مركي غار حراء وتقايو فقال مركز السير لقديجة قديجة وحكول هاي وأخبرها أصغو ورمي الخبر وركي وركي ميشك سود دعي ومعنى أصغا يا جبريل وحوك على كل ما يسوشيك مركا قديجة إلا إذا ما أي جوين مركز السير والله لقد غشيت وحان وبغي على نفسي نفتي وح جنة شياطين إنا وح إيليان إنا كبغي يا سير أرنتاني إلا إذا وك دعوينيد إن كستو النبي صلى الله عليه وسلم إلهي النبي النمو ودورتي لكن إذا مركز اللحظة إيشان يجرتها
فقالت مركز ايتير ايدو دجينيس او عقل علينيس فقالت ايتير قديجة كلا ميا ميا كلا افعربيغا كجوك وارداسي ان نفتا دو بغدد حماتو اي كودعو اما جين انا وحسكو يليو ميا والله ما يغزيك الله ابدا الهكم هو جناي اذيغا نبغا اولاده هم حي اولاده الهكم هو جنايو معنى ارمان سو صعد درتيده اولاده هاي مرك اي كو عرقت النبي صلى الله عليه وسلم وعدل اذيغا اخلاق او شن اي وشكت ايدك غرانيسي وحكا بدن به لكن شن تا سو قبلت وحي تري الهي وحاسكو هو جنين انك اذيغا لا تصلوا الرحمة قرابة ضبط حريريسا قف قرابة حريرين إليه مهوجنا وتحمل وقاد الكلا نيك تربط لا أما نيك عاجز كا أرمي سكفلنين أذي قد ما مشا نين مساكين تا يدرد كتبا ليسا وقعن قبطا نين وناغا سمينايو إلهي سبحانه وتعالى مهوجينايو وعليك فهما أذيك هذه قرابة ذات حريري سيد أما ذاتك تبا ليسن أما أتبر لهين وحد قبض ديد إلهي سبحانه وتعالى مهوجينايو وتكسب واتكسبت المعدومة وحننجرين وحو ذاتك كليتي أنا نهيلي كريمين يا دتك عدو قبطة مركاتيسة وحدتك كليتي معنى تتبرع بالماء معنى هذه دتك وحسيسة مال اياتيسة ودتك كليتي انا نسينين دتك انا وحاتيسة وحدتك كليتي وانا نسين نتيسة تادرات دي الهيكم مهوجين ايو سدح مدي افراد وتغري وحاد مرتي صورتا الضيفة مرتدن ومرتقادة صدرات إلهكم هو جنايو مديشنات وتعينوا وتكال ميسا على نوائب الحق معنى لباتوينك أو جبتو أو نبتا داد هذي نب أسكو دعاني وحاد وكال ميسا إلا أن تدك مركي نب كو دعو نينا مالقبينها مالكي زدواء قبصدي نينا مالقبينها لباتا كودادي مركينا واحد قبض الدو اسلام كغوا مركاس سيتري ما دام ادري لباتو غدتك كودو واحد قبضت الهي سبحانه وتعالى كما هو جنين انت سايك غرتي ولي با انت سايك كما غفسنني فانطلقت الى الصبح ذي خديجه به بين النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها حتى أتت إلى أكل التمد به بالنبي صلى الله عليه وسلم ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة نكاس أو مقعس له ورقة إرادو أي أسوه دمر تي خرر تاسي قد جسي تي دمب نين أو المعذير أيهين عائشة أو داء أو أقون ركتب تي خرر أوله أي أسوه دمر أي أكانت ابن عمي خديجة خديجة المأذير نوي أهيين إذا وحويا مقعيد خديجة ابن النوفل ابن أسد ابن عز العزة وسقانه ورقة ابن النوفل ويا ابن أسد المأذير أهيين وكان نكاس نوحوها امرأة قف تنسرت ديت أو نسارت قالي في الجاهلية قبل الإسلام نبي أنت على سودرين كهر وحوي النين أو نصارى نقض أيوها حيالي نبي أنت على سود بحينين دتك وحي كجيران جهلي أغندرو مرجع وحاس كمدها إنك كان أفرق فوض أو وريرين أو وحن قالت كسوقني أو زمان أسلام ذي عبودان خلاص سر نقضي ملأي آذان ويوائين مركا الدونك أي كل فيدين نكا دنك الشام أي سوء آذي قريش أي آهاي أفرد به أسكا نكا مركا ورغا ماشا سيو معنى تاقي
دينتي مركا أو قالتها هاي ستي تاس أيو معنا قلي وكان وحوها السقع قنتيسي يكتب كي خورا الكتابة فرتا العبرانية فرتي يهودية فرتي يهودية وحالي رادة عبراني فرتي يهودين وقر جيرين نقون الله ساي وكتب يهودين وآخر سجري فيكتب وقر جيري من الإنجيل معنى كتب كإنجيل حاجي سيوحوك قر جيري بالعبرانية معنى وحوك قر جيري فرتا وعبراني ويهود قر جيري ما شاء الله إلهي وحو دونه أن يكتب إنه قرأ أنت وإلهي ودونه معنى هذا سوك سايوية ما شاء الله يكتب معنى هذا سوك برد فرطة يهودي أمركا انتلق أغانا أرمهان انتلق أغانا وحالق أغانا كتب دي هوري أصدق كتب دي هوري مركوا كساي وآه يهود يكو رئيسي يهودين داو نصارى دا لكن أصدق يهود أيو كساي مركا وكان حق الدأذن وحوها الشيخا نين أو داء كبيرا وين قد عمي عند بالي نين داء وها نين أو أرق ربالي وها أقون أولا ديمي هوري فقالت وحيتير مركي أي وذي مدين نبيك إيو خديجة وورقي ومدين وحيكو تيري خديجة فقالت له نينكي ورقة وحيكو تيري خديجة يا ابن عم إنا أذير إلما أذير ريحاين إنا أذير اسمع مغل من ابن أخيك ورالكا إني كيزي ورقة وشيكا كمغل أي تيري مرقة خديجة وإلى جوكتا نبينا صلى الله عليه وسلم وحيا كثير مركا ورغو دغيس نيكا وحاس كليه ابن اخيك وحي اولاده عربت عاددود وحي هين سومالدنا وي استعمالان حتى قفك حتى اذن اذير وهين وحاله برا اذبتا اذير يا للي يا ايغنا وحي دي ابن اخي معنا ان ان اذير مركا وحي تري اذير كا ولالكا انكيسي كما قال فقالت له قريش ما اسلها هاين فقالت وحيت فقال وحويري مركا ورقة له للنبي صلى الله عليه وسلم نبي وحسكو دحي يا ابن اخي اذير ماذا ترى محضر كيسا اي ورن محضر كيسا فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ورمي ورقة خبر ما راى وحو اركي وركيس سو شيء وحيس سو أرقي وغار حراء جبل النور سو أرقي يا سوارة مقعدس كساري فقال له ورقة ورقة يا وحيري مركز ورمي أقولنا والله نندنا وها ندورنا وها وعزل هذا الناموس كنوا ملقي الذي ملقي نزل الله إلهي وسودجي على موسى نبي الله موسى ملقي نسودجي هذا كان ملقا ساكوي مدسر معنى النبي النقطة واي معنى وحاو سيدات وشيكي سيد وحويان وملقي ونبي الله موسى إلهي سبحانه وتعالى وسودجي واي ناموس حالها صاحب السر شيغا سرتا نينكي صاحب كيسا وحيغا وحسر واي بل اوغان كرو الهي يو جبريل يو نبي الهي دل كارس كان حيا كان وعازري نبي الله موسى وحي اسكو سودو معنا كسود دجي واي وحويان وجبريل يا ليتني فيها جذع شاح واي تمني واي يا ليتني وحان تمنينا فيها وقتك وهذه إلهي سبحانه وتعالى النبي أكاد لغايو جذع دلير من هذا بك أذيك وحان تمني ناس اللي هي
waqtiga adiga ilaahay isku soo bixinayo maan dhalinyar ahaado. Laytanii waxaan tamaninaa, shallayta waxaan unshalahaa, akuuno maan ahaado xayan mid nool. Waqtiga adiga ilaahay subxaanahu watacaala ku dooranayo oo nabi ilaahay uu kaga dhigaayo rasuul, maan ahaado nin nool. Iid waqti yukhrijuka ay ku bixinayaan, ay ku bixin doonaan qowmuka tolkaaga, dalkan ay ka eryaayeen. Haddii ilaahay ku soo diro oo rasuul lagaa dhigo, aniga waxaan jeclaa lahay nin dhalinyar inaan ahaado oon ku difaaco, mid noona aan ahaado ilaahay subxaanahu watacaala naftaan iyo baaqi yeelo. Tolkaagana way ku bixi doonaan, dalkay kaa bixinayaan. Marka maxaa loo bixinaa? Marka nin aamina ahay, nin oo xasay run sheegid badan waa la bixinaa. Maxaa yeelay diinta tasliimi darteed, ninkii diin la yimaado oo sax ah waa la cuyutumaa adduunka dhan. Markaasaa nabigu isagoo yaabsan, faqaala waxaas lahay rasuulullaahi sallallahu calayhi wasallam nabiga, awaa mukhrijiyahum, miyay bixinayaan tolkayga oo xumaata ma aanan la imaanin oo ilaahay subxaanahu watacaala ii soo diray. Markii aan sheego wixii ilaahay igu soo diray, markaas maa bixinayaan dalkii iga musaafirinayaan? Qaala wuxuu yidhi waraqa, nacam haa, dalka way ka bixinayaan. Asre dhaqanka aniga aan kasaayo oo magaciisi taariikhda nabi macnaa waa kana, lam yaddi lama imaanin rajulun, nin qatu horay weligiisa taariikhda, bimisli maa ji'ta bihi, wixii aad la timid oo kaleete qofkii la yimaado oo ilaahayba nabi ka dhigo, ilaa cuudiya waala culaytami. Taariikhda wuxuu yidhi dib haddii uu fiiriyo, waxa adiga aad la timid oo kaleete qofkii la yimid waala culaytami jira. Markaa wain yudriknii, haddii oo isoo gaaro yowmuka maalintaada, maalinta waa adiga oo tolkaada ay ku bixin doonaan, ansurka waan ku gargaaraa, nasran gargaar iyo taageero, mu'azzaran ay qawiyan oo xoog badan. Haddiiba ilaahay isoo gaarsiiyo waqtiga oo ilaahay rasuulka dhigi doono, tolkaagana dalka ay kaa musaafiri doonaan, haddiiba marshaasi goobjoog aan ka noqdo, maalintaas ilaahay gaarsiiyo, waxaan ku gargaari doonaa gargaarid oo aada u xoog badan. Intaas markii isdhaheen, nabigu waxa uu caddaatay markaa arintan oo la yimid jinni inuusan ahayn oo i rasuul macnaa nabi laga dhigay. Suma ka bacdi lam yanshab waraqad, waraqada muusan nagaanin, lam yanshab lam yalbas, muusan nagaanin waraqa an tuwufiya, in oo ilaahay nafta ka qaaday oo la oofsaday. Macnaa nabiga waqtigiis ma soo gaarin, ila nin daas ahay oo indhabeelay, intaan nabiga ilaahay subxaanahu watacaala soo bixinin waaba magaciisa nafta laga qaaday. Wa fatara alwaxyu, waxyigiina markaas waxa weeye waa go'ay, inqataca, waa joogsaday markaa, waxyigiia joogsaday markaa. Waxay ka mid tahay markaa nabiga sallallahu calayhi wasallam nabigaa laga dhigay marka, maana nabi iyo rasuul waa kala labo. Nabi waxa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala qof oo lasoo hadlay oo cibaadihiisa la dhahay oo laga dadka aan loo soo dirin, laakiin magaciisa haddii oo dadka loo diro rasuul waaye. Arrintaas waxaa caddayn doontaa xadiidkaa noogu xiga markaa, xadiidka afraad. Marwiyun, waxaa laga wariyey can jaabir bin cabdillaahi alansaari radia allahu canhumaa, jaabir bin cabdillaahi alansaari, wahuwa isagoo jaabirne, yuxadiuka waramaayo, can fatrati alwaxyi, waa nabiga sala allahu alayhi wasalam, wahuwa nabiga waa yuxadiu isagoo ka waramaayo, can fatrati alwaxyi, waxyiga go'itaankiisa isagoo ka waramaayo. Macnaa iqra markay kusoo degtay nabiga sala allahu alayhi wasalam,
oo warqa iyo khadiija arintii asu sheegay oo la dejiyay waxa go'ay marka waxyigi asagoo marka nabiga ka warramayo sida asu go'ay waxyigi faqala markaas sirri fi hadithi hadithkiisa wuxuu ku dhahay nabiga sallallahu alayhi wasallam ka warramayo bayna waqti ana aniga amshi anigoo soconayo anigoo jidka socdo insi lama filana samicdu waxaan maqlay sawtan cod min asamaai xagga sare anigoo jidka iska socdo oo iqrana nabiga lagu soo dejiyey oona arrimihiisii loo sheegay asagoo jidka iska socdo markaasaa cod ayuu ka maqlay xagga sare samaa waxaa la dhahaa waxay kore farafacdu waxaan kor yeeliyaa siri basari indhihii aan kor yeeli codkii aan maqlay inaan fiiriyo faida almalaku faida markii fiiriyey kor waxaan baa la kulmay faida almalaku malagii waa jibriil alladii malagii jaanii iyimid bixiraayn meeshii buurtii oo xira oo la kulmi awaabaa malagii halkaas u yimid waaye siri ilaan waa arkay isaga haddana waxaan siri jidka markii socod kor aan fiiriyey waxaa arkay magacise malagiyaa baa arkayaa siri asagoo jaalisun fadhiya calaa kursiyin kursi ku fadhiya bayna asamaai samada dhexdooda iyo wal ardi dhulka iyo samadaas u dhexeeya markaa ilaahay awoodiisa waa in allah calaa kulli shayin qadiir malag oo kursi ku fadhiyo waa malagii ugu yimid qaar xira farafacdu waan kor yeelay basarii araggeyga araggeygaan kor yeelay marka faquldu markaasaa maya faidal malaku aladii jaanihaa faruucibtu minhu waa la yargagix geliyey waa cabsadiyay siri marka marka malag oo samada iyo dhulka dhexdooda ku fadhiyo oo malagiina ah haddana meeshaan igu yimid waan cabsadi yeesiri waa li agegegeliyey farjactu waan soo noqdi yeesiri faquldu hor ma u soconin shaqadeeda ma qabanin faquldu waa soo noqday khadiija soo yimid faquldu waxaan ir yeesiri zamiluunii zamiluuni idaboola idaboola ilaa qofka hadii la daboolo argagaxa waa gabaxaa marka فأنزل الله تعالى إلهي وحسوه دجيه أسقو تدبولا وقرقي غديج جوغو أيضا هان إلهي سكسوه دجيه وحويان فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر يا أيها المدثر متكن إزددبو لا يو waa midkan isdado yaayo qum istaag hurda mudaale meejan caalamkaana lagu soo diray inaad dadka aad gaarsiisid macnaa aniga diinteeda iyo risaaladeeda inaad gaarsiisid wa aandher dig dadka u dig naarta ugu dig jannadana ugu bishaaray warabbaka rabbigaagana fakabbir weynay ilaahay weynay ilaahaagaana weynay wasiyaabaka dhab maradaadane fadahir najaasadaka dahir ama qalbigaaga dahir shirkiga iyo waxaan oo macaasidaka dahir warujza sanamkane fahjurka haajir asnaamtaane ka tag waxyaalaha dembiga keenana ka tag bis aydii horena ayaa laga dhigay nabiga sallallahu alayhi wasallam oo iqra ahayd aydahanne rasuulaa laga dhigay bisay waxaa la meeshan adigana waxaa la rabaa caalamka inaa u digdig adigana waa isdaboolaysa daboolad ma jiraa leeri waa suurat almudathir nabiga sallallahu alayhi wasallam faxamiya alwaxyu waxyiga kululaadi marka waa kululaadi maxaa waaye waa israar raacay macnaa aad isdaba jooga watataabaca asagaa markaa fasiray waa kana watataabaca waxyigiiya israar raacay aad isu soo degay marka markii nabi laga dhigay markaa
مركا النبي صلى الله عليه وسلم نبينا وآها رسولنا وآها. حديث شنا عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى عبد الله بن عباس يا بخاري معنا كوريا بخاري يا وريا عبد الله بن عباس كوريا سنتقين ولا قوي إلى مختصر سأله ومقعاوي لا تحرك به لسانك لتعجل به هدق دقاجين قرآنك عربك لتعجل به إن سورة دق 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 وفي سورة القيامة واي أسقو فسراي وحونهي ابن عباس قال وحويري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحوهانجري يعالج كل كلمة من التنزيل قرآن كسودة جنتيسي شدة لبس لكل مجري وتيان صومرني نبي مركي قرآن كسودة دقايو حتى مال قبو ليد بدن يكسودة جنتيسي نبي صلى الله عليه وسلم مركا معالجة يوم مزاولة يوم ممارسة سدى الأسبة شكو معنى واي معنى وحوية شيء مركا تكود دالي سيكويان يعالج جوية محاولة شيء بمشقة شيء لب مركيات كود ذلك زي الله يعالج النبي صلى الله عليه وسلم حكال كل من جير مركي قرآن سوى الدقايو معنى لب وكان لب كاسنا وحواه مما يحرك شفته لبديسي أو فروريوت أما بشمو النبي أو أصدق لغاج الجير سوى كل من جير معايا لمركي جبريل أو قرآن سوى الدقايو أصدقنا وقت قدبت له جيري وعربا عين اسقبصدو لم اسقل لكل بجري مركز فقال ابن عباس وحويري فأنا أنيقا أحركهما لبذيذ بشموت وأن نغلقا جينا لكم إذنك إذن نغلقا جينا ومعنا وحدها لا تحرك بي لسانك لتجل بي ساسان لها سيري كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي هو هانجر يحركهما سوق لغاجر حديث كانوا كليت مصطلع الحديث وحالها مسلسل مسلسل كان وحال يرادا نينك الصحابي مركو جيلو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وزمين جير وسين وزميو نينك تابعي كان نينك صحابي سيدنا وزمين ايو وزميو حديث سميو أيها وحال لها مسلسل مسلسل صحابي مسلسل تابعي واي فأنزل الله تعالى إلهي وحسوديجي لا تحرك به لسانك لتعجل به معنى جبريل مركو معنى قرآن كو سوديجينا إسكرديجيسو أسيا فرسيري مركو وحويري إن علينا أنك وحد دشيدة أهاتي جمعه قرآن كأنه سؤرورينه قلبي قاقا إنه سؤرورينه أنك كوبلن قادينا وقرآنه قراءته أخر ديس قرآن كأنه جيدة ميشان قراءة إنه أخر ديس أنك كوبلن قادينا هذه كتبت لهم جبريل إسكت لكي سيلبس قال وحوير ابن عباس أيضا فسر كذا وحويان جمعه أرورين ديسي كل من ديسي له للنبي صلى الله عليه وسلم في صدرك لا تاد إله يسكت أروريو وتقرأه وأنا داخل سيد مركا بس مركا هذه جبريل دقيقة سيدين إله وعسكا بلن قادي مركا جبريل هو جوجيو قرده هذه أنا أخر سيد وهذا نقفن بس أنا قاعد بلن قالينا أكيد بده هنا ليه جبريل مركا فإذا قرأنا وأدان أخرنه على لسان جبريل فتبع الرع قرآنه أخرن ديس الرع أخرن دون الرع أخرن دون سكو فرزي رأسك قال وعوري فاستمع ديسه له جبريل وأنسد آموس وأدق رارع ثم إن علينا أن نجد الشيئة وحاهاتي بيانه وعدين ديسي أو إنكو عدينه وتأخرسه ثم إن علينا أن نجد الشيئة وحاهاتي أن تقرأونا تأخرسه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ذلك مفسرين دقار قولي بيانك وحكو فسر آيان تفسير كيزي أنك أيا فسر كيزي تشيء ذاهاتي أما أخرين ديسي لبضب وجرتا فاتبع قرآنه قال عوري فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحوان هانجري بعد ذلك
aydaa markii soo degtay ka bacdi oo layidhi iska aamus idaa ataahu jibriilu jibriil haduu yimaado istaamaca waa dhegaysan jiray ma ka daba dhihi jirin horta markii os dhahu ka daba dhihi jiray hadduu waa layidhi ka daba dhihin iska dhegayso fadandaraqa haduu tago jibriilu jibriil qara'ahu nabiy sala allahu calayhi wasalam nabiga wuu akhri jiray wixii loo akhriyey kamaa qara'u sidii jibriil suu akhriyey suu akhriyey ballanqaadkii ilaahay subxaanahu watacaala uu ballanqaaday wax kama dhumi jirin marka waa dhegaysan jiray haddana waa akhri jiray sidii oo loo akhri jiray ayuu noqday wallaahu subxaanahu watacaala aclam.